بالنسبة لمؤلف الشيخ أحمد البوش عمالقة طرب المغرب الأصيل، أولا كنت سعيدا جدا وأنا أتشرف بكتابة مقدمته والعمل على تنقيحه، وكذلك من أجل أن يخرج في حلة جديدة. هذا المؤلف حقيقة هو مؤلف يغني المكتبة الوطنية خاصة، نعم فعلا يغني المكتبة الوطنية، وأنصح جميع الفنانين والأدباء الاطلاع عليه لأنه يمثل بيوغرافيا مصغرة للأغنية الوطنية في عزها الجميل في الفترة الذهبية. فما حينما نتحدث عند عبدالله بن تركاد الخياط المسامير وغيرهم من أباطرة الأغنية المغربية، يعني نحس أننا نتحدث عن مدارس تربوية جميلة جدا، لأننا نحن أبناء الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات تربينا على يد هؤلاء. حقيقة الأغنية كانت مدرسة، كانت معهدا، لا يمكن لأي أحد أن يستغني عنها. والأغنية في العصر الذهبي كان يمكن لأي شخص أن ينصت إليها مع أسرته، في حين أننا اليوم نخشى ونستحي أن ننصت لبعض الأغاني أمام أسرنا مع الأسف الشديد. باختصار سوف أتحدث عن بعض الجوانب الفنية والأدبية التي تميز بها هذا الكتاب. أنا كنت كتبت قراءة نقدية، ولكن سأقتصر فقط على بعض الشهادات أو على بعض الأمور التي أعتبرها مهمة في هذا الكتاب. من بين المسائل أو المميزات التي يتميز بها هذا الكتاب، أولاً الحديث عن تسلسل الزمن. تسلسل الزمن يعتمد الكتاب على تسلسل زمني واضح، مما يتيح للقارئ تتبع مسار الأغنية المغربية من الخمسينات إلى الثمانينات. الميزة الثانية هي تنوع المواضيع، من مواضيع رومانسية واجتماعية ووطنية وثورية، يعني أغاني وتربوية أيضا. من الميزة الثالثة التوثيق التاريخي. الشيخ أحمد البوش وثق بشكل إيجابي للأغنية المغربية في هذا العصر للأجيال السابقة. والميزة الأخرى وهي النقد الفني. يقدم المؤلف تحليلاً نقدياً للأعمال الفنية، مما يساعد القارئ على تقدير الجوانب الجمالية والفنية للأغاني. وكذلك ميزة أخرى رائعة جداً أن الشيخ من خلال هذا الكتاب يشجع الأجيال الجديدة أو المستقبلية على اتباع مسار هؤلاء الرواد. وكذلك ميزة أخرى يعني من حيث التنظيم، الكتاب يتبع تنظيما واضحا في بنائيته، استهله وسيلة ذاتية من طرف الباحث ومقدمة الأستاذ محمد المهداوي، ومدخلا من تأليف الكاتب نفسه، وتلاه بشرط شامل لرواد الطرب المغربي الأصيل. من حيث الأسلوب سوف نتحدث عن أسلوب هذا الكتاب. بالنسبة للأسلوب يتميز بالسلاسة والمرونة والبساطة، ويجمع بين التحليل والوصف لتقريب المفاهيم للقارئ. إذن باختصار كذلك سأتكلم عن هذا الكتاب، عن الهوية والتراث المغربي. يعني بدون أن أشرح
ويتحدث وكذلك له تأثيرات ثقافية حيث يتناول الكتاب تأثير هذه الأغاني في تشكيل الوعي الجماعي والثقافة المغربية، ويوضح كيف أن الفنانين لم يكونوا مجرد مغنين بل كانوا أيضا رسلا للإنسانية. بالنسبة لكذلك الجانب الآخر أو الامتدادات والتجليات التي يتميز بها الكتاب هو تشكيل الوعي الجماعي، تشكيل الوعي الجماعي، حيث تناول الكتاب كيفية مساهمة هذه الأغاني في نشر الوعي الاجتماعي والسياسي بين الناس، فهو بحق يعبر بصدق عن القضايا الاجتماعية والحقوقية مثل الفقر والظلم والتهميش والزبونية والمساواة. أما على الجانب السياسي فحدث ولا حرج، حيث يعكس الكتاب مدى تأثير الجانب السياسي في المغرب، خاصة خلال فترة السبعينات مع بعض الأغاني الشعبية لناصر الديواني، شاهد، جل جلالة، مسناوة، وكذلك عبد الوهاب التكالي في أغنية مون بيرناس وغيرها من الأغاني التي كان لها الأثر العظيم في تشكيل الجانب السياسي كثير من المناضلين المغاربة. خلاصة القول أقول كتاب عمالقة الطرب المغربي الأصيل المبدع أحمد البوش ليس مجرد كتاب يتناول الأغنية المغربية فقط، بل هو عمل أدبي وفني يتجلى فيه الحب للموسيقى ويقدم رؤية شاملة عن الأغنية المغربية. والكتاب حسب رأيي المتواضع يمكن اعتباره بيوغرافيا مصغرة للأغنية المغربية في عصرها الذهب، ولا يسعني إلا أن أشك على يد الأستاذ الباحث أحمد البوش على هذا العمل القيم الذي سيستفيد منه كل باحث شغوف يريد التعرف على الأغنية المغربية الأصيلة في أزهى أيامها وأجمل لحظاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذي سي مهداوي.